بالنسبة للأكل اللي عم بيوزعوه هون هذا اليوم يعني استثنائي، إنه إجا الأكل خيار وبندورة وبطيخ. طبعاً بالعادة بيجي الأكل سيء جداً. على الغداء طبعاً ما في فواكه، على العشاء في فواكه، بردقان صرنا 4 شهور عم ناكل بردقان. الأكل من عندهم للزبالة، لحاويات الزبالة. المتعهي والجيش حرامية عم ينسرق الأكل قبل ما يصل لهون، والأكل الظريف والصحون الكويسة تنزل للجيش والشرطة. والمتعهد قبل ما يفوت السيارة على الكام بتنزل الأكل الظريف، وبيجي لعنا هون الأكل السيء اللي بيتاخد من الطاولات على الزبالة، والعالم كلها شاهدة. يعني هاي تانية العالم عم تيجي تاخد المي والخبز السمون فقط. أما الخضرة اليوم استثنائي إنه إجت خضرة، استثنائي إنه إجا بطيخ. هذا الشيء معروف والعالم كلها بتعرف. الأكل سيء جدا، وإذا قعد أكثر من ساعة، يعني إذا بدنا ناكل الأكل بيقعد أكثر من ساعة بيخرب، تطلع ريحته. وكذا مرة أخذنا الأكل الخربان وأرجيناه لمنظمة اليو إن ومنظمة براكسس ومنظمة الأيسو وأرجيناه. قال هذا الأكل مسؤول عنه وزارة الدفاع والجيش، ونحن ما لنا مسؤولين عن هالشيء. والجيش بإنا اليو إن، ونحن احترنا بين اليو إن والجيش. فالله أعلم يعني. هي أولا بالنسبة يعني للأكل. بالنسبة طبعا للوضع العام بالكام، الوضع العام سيء جدا. شو حرارة عالية، مطر حرارة، مطر أمراض، بيجوا بيبخوا على أساس بيجوا المساء بيبخوا مبيدات الحشرات. طبعا مي ما بنستفاد شيء من البخ، المي ملوثة، في كذا عائلة سممت وصار في إسهال للصليب واخذون على الصليب الأحمر. طبعا الصليب الأحمر يعني لو جيتهم بأي حالة أكثر من بنادول ما بيعطوك أو سيتامول، ما في غير هيك. كلياتنا عايشين على حوالات البلد. وهي وطبعا العالم هون بالوضع كثير، الوضع المادي سيء جدا سيء. طبعا طبخ ما في، ناكل على أكل على كيفهم. الغازات يعني انه يعطونا غاز او سخان نسخن مي نتحمم، شيء ما في. مصاري مع الناس صفر صفر نهائي. هي خلصنا منها. طبعا يعني بالنسبه للاطفال ما بدنا نحكي، اذا هي الكبار، الاطفال شيء ثاني. الاطفال كثير حالتهم سيئه، الامراض، القرص، الناموس، البق بكفي. في عائلات مع جرب انجربت العالم من هون، وبتروح عند الجيش، بالجيش بيقول لك انا غير مسؤول. طيب إذا الجيش غير مسؤول واليوئن غير مسؤول، مين مسؤول عنا؟ ما بدهم يطالعونا على أوروبا، يرجعونا على بلادنا. بكفي منموت تحت بلادنا، منموت في بلادنا. أما نموت هون على البطيء، هذا الشيء ما بيصير. ويلي أخي كمان بالنسبة للجيش والشرطة، الجيش والشرطة طبعاً دكتاتوريين، ويعني بدك تقول بشار الأسد بس وجه آخر. هذا بالنسبة للجيش والشرطة. طبعاً الجيش والشرطة كثير الوضع بالنسبه للاجئين سيء، يعني المنظمات بدها تفوت لهون ما بيخلون يفوتوا، بيقولوا لهم ممنوع، هاي منطقه عسكريه، منطقه عسكريه. طيب نحن شو قعدنا نحن بمنطقه عسكريه؟ ليش حطونا بمنطقه عسكريه؟ حطونا بمنطقه مدنيه. احترقت النار هنيك ولا حسوا فينا، احترق الجبل، كل الدخنه اجت علينا لهون، ما حدا حسوا فينا. صرنا نقول للشرطه يقول هاي مو شغلتنا، نحن ما لنا علاقه. من الاخير العالم كلها مضغوطه استاذ، العالم كلها هون مضغوطه، واذا صار الضغط اكثر من هيك يمكن يساوي شغلات خارج ارادتهم، واذا ساووا شغله خارج ارادتهم يعني ممكن ينزلوا يعملوا مشاكل بقلب المدن، وحرام هالشيء لانه ولهم. يعني نحن ما بدنا نرجيهم الوش الثاني يلي هن العالم يعني غصبا عنا تساويه. من الاخير يعني يا يرجعونا على بلادنا نموت بكرامتنا، يا يطالعونا من هون. شكرا لكم. هون حطونا بالكم، الاكل سيء سيء لدرجه، كل شيء يطبخونه عم نكبه، عم نطالب بخضره بشيء تاكل ما عم يجيبونه. وحطونا منطقه عسكريه ما بيخلوا لا منظمتي لا مصورين. بقى الغريبه انه انتم جيتوا صورتوا ما عرفت كيف فتوا. ثانيا الطبابه ما في طبابه، تروح على ايش مرضان يعطونه حبه هيك، يقول يلا هو عنده مناعه، هو عنده مناعه. يضل واحد مرضان 3 ايام ما بيعطونه شيء، ما في اقتناع. هلا في ابني بمرض مزمن
ما عملوا له كل شيء، صار لي شهرين يوعدوني بالفاضي، لا اخذوه لا على مشفى ولا على مكان نظيف. اضافه لذلك الخدمات كلها تعبانه، وكانه ساجنيننا بسجن غوانتنامو. نحن شعب لاجئ، مش شعب لا عسكري، جايين نروح لاجئين، حابسين كانه نحن مساجين او مجرمين، ما اعرف ليش. مثل السجن ما فيك تطلع. الخيمه ما بتنسكن، كيف بدك تتحمم بالخيمه؟ كيف بدك تنام بالخيمه؟ العائلة 10 بيدخلوا في خيمة يناموا ويستغيظوا ويستحموا في خيمة، والخيمة كلها غبرة وما في لا خدمات ولا بيوت. ما عارف ليه بده يخلونا بهذا الوضع. نحن نطالبهم ونترجى من جميع الدول انه ياخذونا على مناطق اللجوء او يرجعونا لمكان ثاني. يعني هنا العيشة صعبة، صعبة جدا. Here no good is food, no good is leather bed, because now is people in don't take it food. This because it's problem here is hot, because not fun, not windy. Look, is tent, you see, is tent not wrong. For people here is no good. People want will go to the Germany and Europe. Okay, taxi. بس على كل شخصين يعطون أنينة واحدة، والأنينة ما بتكفي، العالم متضايقة كثير. العالم عامل حسابها إنه ظرف يومين ثلاثة يطلعوا على دول أوروبا. ضلينا هون أكثر من 4 أشهر. هالأربعة أشهر العالم ما مع مصاري، ما صفي مع مصاري حتى تاكل أو كذا. يعني سيئة جدا، العالم بالضاعة ما في مصاري. يعني في منهم عم يروحوا يشحطوا بصراحة، ما في مصاري عم يشحطوا. الأمراض هون زيادة، الصليب الأحمر احنا مسمينه الصليب الأسود بصراحة، لأنه دوامه للساعة 5، وبعد 5 إذا واحد مات بده ساعتين لحتى يجي إسعاف، يا أما بدك تخانق البوليس. صارت مرة وقعت على الأرض، الشاب راح عند العسكري قال له إنه جيبوا لنا إسعاف كذا، قال ما لنا علاقة. مرة حتروح، قام الزلمة من القهر ضرب البوليس، البوليس فوق منه ضربوا، يعني ذبحوا للزلمة وأخذوه على السجن. يعني الوضع هون بشكل عام سيء، ما يعني الكلاب ما بتحسن تعيشها صراحة. يعني احنا هون على اساس عم تيجي لجنات تعملنا اغراض، تعملنا شغله، ما في. جينا شركه بروكسيس على اساس شركه، هي منظمه انسانيه، هي منظمه حيوانيه، بتجي بتقدم، ما بنقول لك ما بتقدم، بس نص الاغراض عم ينسرق، عم يجي معونات لهون على اسمنا عم يسرق نص الاغراض. الجيش كمان بيجينا معونات من برا، الجيش ممنوع بيجينا تصوير اوقات، ممنوع. هلا صرنا 4 أشهر، هي اول تصوير عم يجينا، اول تصوير عم يجينا، يعني ممنوع كان، ما بيخلوا لا واحد في الدار. يعني حديقه للحيوانات وحاطينها بقلبها. يعني لو كنا عند بشار او بالعراق احسن لنا كان من هون، على القليله بنطلع بنفوت بنشتغل بنساوي لنا شي شغله، اما هون لا، هون ممنوع. بيجيبوا لك الاغراض، بيجينا واحد على اساس هو البابا عم يصور، بيجيب لك عربايه فيها اغراض، العالم بجمعهم صف بالدور، وبعدين هذا البابا على اساس عم يطالع الكاميرا تبعه بيأشر لصاحب العربايه امشي، صاحب العربية بيمشي، هذا هو عم يصور ويضحك على العالم.
بيجي البوليس بيجيب بسكوت من المخزن، هذا جاي للعالم ما عم يوزع، يجمع الاولاد بيزتها للاولاد كانه عم يزت للكلاب، وهن عم يصوروا ويضحكوا. وقت هن بيسرقوا جماعتنا في ناس صوروه ضربوه، قال ليش انتم عم تصوروا؟ اخذوا منهم التليفون مسحوا كل شيء، حتى الصور العائليه مسحوا له اياها. يعني الوضع هون بشكل عام سيء لا يطاق. حراره، مطر عم يجي تعبى الخيام، مطر مي ما في مثل خلو العالم واحد يتحمى، العالم صايره مع يعني ربع الكامب صاير مع جرب. وضع المخيم المخيم كله بشكل عام، حتى الاكل ما عم حدا ما عم ياكل، العالم عم ياخذ بس صابون، الاكل الباقي بزتوه. هلا بيصير بتشوف قدام عينكم شلون الاكل بزتوه كمان. بيجيبوا لنا بالجمعه مره بطيخ، وهذا البطيخ كمان يعني باية من السوبر ماركت بيتخانقوا العالم عليها لانه نسبه قليله بيجيبوا. يعني بيجيبوا الاكل الطيب والمنيح اوقات بيجيبوه قليل، اما الاكل السيء بيجيبوه بعدد كثير. وليك عنا عم نجيب ما عم يكفيكم لانه انتم عم تسروا، يعني بحطوا الحق علينا انه احنا عم ناخذ الزياده بالاكل الطيب، والسيء قال انتم ما عم تاخذوه. بالعكس يعني بشكل عام بشكل عام يعني كل المنظمات اللي اجت لهون مع احترامي له ما بيسوا فرنجين، ما بيسوا حتى الصليب الاسود هذا ما بيسوا. يعني بتروح لعنده بيكون اجرك مكسوره او صاير معك شغله بيعطوك حب وجع راس، يا بيعطوك مسكن، غير هيك ما في. يعني بنقول له حاله اصحابنا روح على المشفى ممنوع. نحن عم نتعرض لمشكلة كتير كبيرة بالكامب، وهي أولها هي الطائفية، ونحن بدنا نقضي على هذا الشيء. ونحن ما لنا جهلة، نحن ما لنا طالعين لحتى ندمر أوروبا، نحن طالعين لنقضي على الفساد ونقضي على أي شيء بيمنعنا أن نصير بني آدمين ونصير بشر. نحن بدنا نتطور، ما بدنا نضل مثل نحن مثل ما قلنا هيك، نحن بشر، ما بيشرفنا أن نضل نحن بهالكامب، هذا مو أكل اللي عم يتوزع، نحن بدنا نصير بشر. ما لنا أغبياء، نتمنى يا يرجعونا على بلدنا يا يتركونا هون، يا أما نكمل طريقنا، هذا هو الحل الوحيد. أما يتركونا هون هذا الشيء مستحيل بصراحة، الكل بده يطلع من هون والكل ضايج، وهذا الحقيقة اللي أنا قلته بصراحة. هالشعب هذا وين ما يروح جوعان وكله كذاب. لا مزبوط، نضحك على حالنا جايين على اوروبا نحن، كله جوعان هذا كله كذاب، وين ما يروح يخرب البلد هذا. نحن هربنا من ارهاب صغير، جينا على ارهاب كبير. اوروبا كلها ارهاب، من فرنسا، من بلجيكا، بلغاريا، تركيا، المانيا، كله ارهاب عم يجي لعندنا. نحن ما لنا ارهابيين، ونحن هون هن عم بيسوونا ارهابيين. على الاكل عم خلونا نتقتل، اكل ما عم يعطونا، نوم ما عم نيمونا. اكبر واحد باوروبا كلهم ارهابيين، نحن ما لنا ارهابيين. نحن شرق الاوسط اكبر حضارات بالعالم، ما لنا ارهابيين، هن اللي عم خلونا نصير ارهابيين. الإرهاب جاء من أوروبا لعنا، نحن من عنا ما صدرنا إرهاب على أوروبا. المخيم المحطوطين فيه نحن ما هو مخيم، هذا معتقل غوانتنامو. المناطق المحاصرة بسوريا أريح من هون، في أكل، في شرب، في كهرباء، في كل شيء. ما في مي، ما في كهرباء، العالم جرباني، العالم مرضاني، العالم كله مريضة. تاريخها خلصت هيدا، العالم كله مريضة. شوفها تاريخها خلصت هيدا، تاريخ المي خلصانة. إكسباير.
مع زعماء اوروبا. بسوريا الارهابي شايل سكينه عم بذبح، الارهابي باوروبا لبس طقم وحيطه جرافه، هذا ما بيختلف عن هذا، هذا بذبح بالسكينه وهذا بذبح وينك بدبلوماسيته وينك الظالمه. نحن ايش عاملين لهم؟ مشان ايش؟ ليش ما يشتغلوا فينا مثل الكليب؟ في مدرسة هون بالأسبوع مرتين روح المدرسة بالأربعاء والسبت، هاي مو مثل المدرسة. أنا بجي على الدور 5 ساعات وقف بالدور حتى يجي الأكل، والأكل بالسبح هيك وبالليل هيك وبالظهر هيك، كل يوم بالدور هيك. الأكل ما بيتأكل، ما بنقدر ناكله، نطبخ على النار. احنا هلا بهذا الكامب، يعني شوف احنا الكبار ما مشكله نتحمل الحار عادي، بس هذا الطفل شو ذنبه؟ وين منظمات حقوق الانسان؟ وين الامم المتحده؟ منظمات تدخل على الكامب يمنعون منظمات تدخل على الكامب تجيب اي مساعدات. وهذا الوضع، لا كهرباء، لا مي نظيف، لا الاكل نظيف. بيجيب لنا الاكل كانه جايب لناس شحادين، جايب اشك واكل تعبان يعطيه للشعب. هذا مو حكي، هذا شوف الوضع هذا. احنا منين كان؟ من العراق. من العراق اي، والجع القتل بالعراق، الذبح بالعراق. احنا اليزيديه، الديانه اليزيديه، نسواننا انسبت. بيرجع يقول لك العراقي بلد امن، دول اوروبا اي، يقول لك العراق هلا صار بلد امن. ايمت فات الداعش؟ ها؟ ايمت فات الداعش؟ بال 2014. هلا وين؟ هلا موجود بالعراق باراضينا، احنا عايفين بيوتنا. عايفين بيوتنا وهربانين، وعايفين كل شيء هربانين. وجينا هنا تسكرت علينا كل الابواب. تسكرت علينا كل الابواب، اوروبا سكرت كل ابوابها علينا، بتقول لك هذا ما بعرف شو، وهذا بلد امن، وهذا السعودية اللي رب الارهاب بتدخل من الدول الحروب، والعراق بيقول لك بلد امن. بدي لا شو سببنا؟ شو مصيرنا؟ شو مصير هاي الاطفال؟ يلا احنا باركين بهالخيم، لا المي مي ولا الاكل اكل، وما ما بدنا لا المي ولا بدنا الاكل، بدنا يطلعونا من هاي الخيم، ما بدنا غير شيء. طلعنا على تركيا بعد ما فاتت الدواعش وبعد ما صارت الحروب، طلعنا رسمي على تركيا، معنا باسبورتات، طلعنا رسمي على تركيا ومع المهربين، شفنا مهربين وعطيناهم، دفعنا لهم مصاري لحتى وصلونا على اليونان عبر المي. جينا دفعنا على الشخص 2700 دولار، على هذا الطفل انا دافع 2700 دولار. جينا بالمي عبرنا على اليونان، بعد ما وصلنا لهنا خلص قالوا حدود مقدونيا مشددة، وصلنا لهم قالوا اللي داخل بجواز ختم تركيا، تركيا بلد آمن. وين تركيا بلد آمن؟ تركيا كله ذبح وقتل، شفنا المافيات وشفنا العصابات باسطنبول وشفنا كل شيء. وجينا وصلنا لهون زطونا بهذا المخيم، ما شاء الله حياة طبيعية وامورات ماشية ونشتغل. ايش كان شغلك؟ خياطة. خياطة تايلر. وبعد ما اجينا لهون هلا ننتظر رحمة الله تنزل علينا. ايمت راح تنزل ما تعرف، والشور راح تنزل كمان ما تعرف. واحنا جينا هنا، احنا كنا ببلادنا عايشين بامان، دخلت علينا الدواعش وبتعرف كل تعرف مشاكل العراق وحروب العراق والذبح والقتل بالعراق. جينا لهنا احنا طالعين على اوروبا، بدنا امان، احنا ما بدنا غير الامان من اوروبا، بدنا نعيش، بدنا مستقبل لهذول الاطفال. يعني خلصناهم من موت وحرب، جبناهم على موت بالخيم. يعني ايش بدنا نحكي؟ ايش بدنا من اوروبا اكثر؟
ايش بدنا من اوروبا؟ نشكر ميركل على الاستقبال اللي استقبلتنا اياه هين هي وشعب اليونان. شعب اليونان ما قصر، ما طالع بيده اكثر. بس المشكله انه اوروبا اللي لما فتحت الطرق لكل العالم والعالم قامت تجي، دخل العراقي ودخل الافغاني ودخل السوري ودخل ما بعرف وما بعرف وما بعرف، وتالي ما تالي وين صفت؟ من يومين يطلع لي منظمه يو ان يقول لك العراقيين اذا ما سجلوا بعد 1/7 طلعوا من القرار بعد الاتفاقيه اللي صارت انتخابات 13/7 اللي اجتماع اللي صار. ليش العراقي طلع؟ ما مشكله يجوا من اوروبا يروحوا يسكنوا بالعراق، انا ما بدي اوروبا. يجوا يسكنوا معي شهر بالعراق قرب الموصل، ما بدي اوروبا. يلي انا هدفي اروح اسكن ببلد امن، انا ما بدي اي دوله كانت الا يعني مثل ناس ما طلعت المانيا، ما بدي المانيا. يعني هلا المانيا تيجي تقول انا ما بدي المانيا، المثل يقول ما يريدك بعين ما يريد بعينتين، انا ما بدي المانيا. اي دوله اوروبيه تاخذنا نطلع من هاي الخيام، نطلع نودي ندخل هذول بمدارس، ندخل هذول بمدارس نعرف مستقبلهم. احنا ما بدنا، خلص احنا راحت سبقنا القطار. بس طلعونا من هاي الخيام، وين اوروبا؟ يلا يعني ما عم بيشوفوا، ما شايفين هاي الوضع العالم كيف عايشه؟ درجة الحرارة اليوم 42، نايمين على المكيفات واحنا هون بالخيام ما شاء الله. مستقبلنا احنا بس بدنا مستقبل هذول الاطفال. العاصمة تعال عندي سم. احنا من كنا ببلدنا كنا عايشين احسن من هاي العيشة 1000 مرة. بس خل تجي اوروبا، شعب اوروبا يعيش بالمناطق اللي احنا عايشين فيها. يعني احنا حاليا مناطقنا بايد الدواعش، واحنا نازحين بغير مناطق مو مناطقنا، ومنطقة حرب والطيارات ليل ونهار تفتر والقصف فوقنا، وتالي ما تالي يطلع العراق من البلدان الآمنة. ومع ذلك مو بس العراقي، العراقي والسوري هون كله من المضطهدين، كلهم هون بهاي المخيمات. عيشتنا صعبة. تروح لعند الطبيب النفساني هون، الطبيب النفساني يقول لك انتو صايرين وحوش. طيب يا طبيب نفساني تعال اسكن انت بالخيمة، مو 5 أشهر، احنا صارنا 5 أشهر. يجي يسكن بالخيمة شهر الطبيب النفساني، ويجيب يجمع اطباء اوروبا كلها لحتى تعالجوا. صار هذا الحكي من يومين، حكوا لرجال هون جاري قالوا له انتم صايرين وحوش. اي طبعا نصير وحوش، خلي يجي يعيش بالخيمه الطبيب النفساني، يعيش شهر مو 5 أشهر اللي احنا عشناه، يعيش البرد اللي احنا اكلناه، ويعيش الحر اللي هلا عم ناكله. أنا محمد أحمد من سوريا، عايش في منطقة الحسكة شمال سوريا. منطقتي مو خطيرة ولا فيها داعش ولا فيها حروب، بس ما فيك تبني مستقبل هنيك. جامعتي على الأرض، داعش تحاول كل يوم لتاخذ منطقتي، وعمري عمر عسكرية، فلازم أقاتل مع الدولة. وإذا بدك تقاتل مع الدولة لازم تقتل أو تنهب أو تسرق أو تعمل أي شيء، وأنا ما بدي هالشيء. طلعت لتركيا قبل 8 أشهر، وجيت لليونان قبل 5 أشهر. الحياة صعبة جدا في تركيا، مستحيل انك تبني حياة هناك. شيء صعب لانك تاخذ فيزا او هوية او اي شيء تركي لحتى تبني حياتك، لحتى تدرس او لحتى تملك عمل. شيء صعب لانك تبني حياتك في تركيا، شيء غريب لانه ما فيك تاخذ اي هوية او اي فيزا او اي شيء يحق لك انك تشتغل في تركيا او حتى انك تدرس. فقررت انه اطلع لاوروبا، وهنيك يعني العالم كله والشيء الاحسن هو اوروبا، لانك تبني حياة جديدة، لانك تدرس، لانك تتعلم لغة، لانك تقابل ناس كويسين، فهو المكان الافضل هو اوروبا. جيت لليونان وكانت الحدود مفتوحة، بس كان الوضع بإدوميني سيء جدا، وضع خطير. ناس من دول تانية مثل افغانستان، باكستان، ايران، كل دول العالم. ف شيء خطير انك تضل بادوميني. حاولت اني ابقى بمكان امن. خلال شهر تسكرت الحدود وتسكر كل شيء وتغير كل الامور. هون ضلينا بالكامبات وبالمخيمات. طب رسالتي اللي بدي اوصلها لكل العالم انه هون مو حياة بالكامب، حياة مأساوية جدا. العالم اخذ نظرة عن الشعب السوري وانه وحوش،
بس بدي أوجه رسالة لشعب أوروبا، إذا كان يقدر يعيش 6 أشهر من دون عمل ومن دون مال ومن دون أي شيء، فقل لي أنت شو راح تكون نفسيتك؟ نحن صرنا وحوش، هاي مو حياة هون، هذا السبب اللي خلى العالم تصير وحوش هون، والدولة اليونانية أخذت نظرة عنا وأنه نحن إرهابيين. بس إذا في شخص أوروبي يقدر يعيش هون 5 أشهر بلا مصاري وبلا عمل، خلي يجي يحكينا. الحياة هون صعبة كتير، ضغوط نفسية، العالم جنة هون، ما في أي شيء حلو يفرحك هون، لا مدرسة للأطفال، لا جو حلو، درجة حرارة أما تكون قاسية جدا أو تكون الرياح قوية جدا لأنه تطير خيمتك، هاي مو حياة. أتمنى رسالتي لأوروبا إنه طيب اللي هو سيء بأوروبا وما استفادت منه خليه ترجعه لبلده، خليه ترجعه للبلد اللي إجا منه، بس أتمنى إنه يتغير شيء هون. يلي I am Mohammed from Syria. I live in the north of the west in Syria. I am a student in university and I lose my future. And my university in the ground now. I came to Turkey first before 8 months. And I am here from 5 months. The life in Turkey is very horrible. I can't like build my future in there. So it's impossible to get asylum or to like to build a future in there. I came to Greece before 5 months, and it was the border, it was open, and now... Really? My message to Europe is like, the people have a lot of problems. If they can help us, or we have physical problem and personality problem, you understand? So people without money and without anything, they get like crazy. And this is photo, they get it in Greece, they get this photo. Because, like, for example, if you don't have money and you have a family here, you will still, and for to eat your family, to give him food. So, the people in Greece, they see picture for us very bad, but it's not. Like, I have one question for European people, if they can live without job and without money for 5 months. It's terrible. So how is if you are Syrian? If you are Syrian, you know we have different point. If you want to have 1,000 in Syria, you have to work for a while, for one year. If you have a work, as it's not easy to get job in Syria. You understand me? My father, he is engineer and he get like 100 euro in the month. So how many months you want to build 1,000? 10 months. And you are engineer. This is my message. Don't look us, we are monsters. No, we are human. مشان المشاكل الموجودة عندنا كتير مشاكل. مشاكل صحية ما في داعي أحكي لكم فيها. إذا طلعوا على وجهي تعرفوا المشاكل الصحية. ما عدا المشاكل النفسية اللي هي صارت من وراء العالم اللي ما ضل معه مصاري واللي ابنه ما بخي يرد على أبوه شو يحكي معه وشو ينصحه. والبشر اللي ما بقدر تضبطها وتحكمها. في عنا مشاكل كتير، نقص التعليم، أطفال عم تكبر بلا تعليم. أنا بعرف أطفال ولدت هون وصارت تحكي وصارت تمشي ولهلا ما صار شيء. أتوقع يعني هاي واحد من المشاكل موجودة عنا. غذاء ما في شيء من غذاء أبدا ولا في أي شيء، وكأنه عم الغداء وكأنك عم تأكل مي مع خبز. هذا مو غداء، أنت بدك شيء للأطفال، حتى أطفال عم تنمو عم تكبر. ما فيك طعمي أطفال كل يوم نفس الأكل، هو بطاطا بطاطا بطاطا. هذا شيء مضحك. نحن مو مشكلتنا الأكل بس كمان. طيب أنت سكرت الحدود ببوتشي، طيب أعطيني شيء أقدر أعيش، طيب حويني بمكان أقدر أعيش فيه، في برد، في هواء، في درجة حرارة قوية، في كل شيء بشعب هالدنيا. باليونان شفنا كل المشاكل هون. أول مرة بحياتي أشوف حية. صارت الأطفال تلعب بالحياية من دون أي خوف. احترق الجبل وكأنه احترقت سيجارة جنبنا، وما بقى في شيء نخاف منه. أتمنى من دول، ما رح أقول دول أوروبا، أتمنى من البشر. ما بدي أجيب سيرة الدول لأنه أقرب دولة إلي هي السعودية.
اللي هي مكة، وهاي هي أقرب دولة إلي، وأنا هلا باليونان زد زد، وهنيك في ناس تدعي إنه هي مسلمين، بس إني لا، بس إني لا، إني مو مسلمين. رسالتي للبشر إذا فيها تساعد هالشعب بأي طريقة كانت، تفتح الحدود، أي مكان آمن للبشر تقدر تعيش فيه، إنه أقدر أبني مستقبلي فيه. أنا طالب هندسة مدنية، أنا ما جاي من الشارع، وأحكي لغة وأحكي إنجليزي، بس هذا الشيء يمكن مفيد إلي مو لألكم، بس أنا بدي أكمل حياتي، بدي أعيش. أتمنى من أوروبا إنه تطلع علينا، وشكرا شكرا شكرا لأوروبا وللناس الموجودين بأوروبا ومتطوعين من كل مكان، من كل مكان عم تدفع أموال وعم عم عم تب عم تبذل جهد وعم تحاول إنه تصير مثلنا وتتعلم لغتنا لحتى إنه يساووا حالهم فينا. شكرا لأوروبا وشكرا للناس الأوروبيين، شكرا لإسبانيا، شكرا لكل الدول اللي دعمت كل شيء. في ناس دعمت بضحكة، في ناس لعبت مع أطفال بضحكة. أنا مشكلتي مو مع الناس الأوروبيين، نحن مو مشكلتنا مع أوروبا، مشكلتنا مع القيادات اللي عملت فينا هيك. I am Shiro. I am from Syria. I am Kurdish people, but I live inside in Syria. Yeah, I am before I study in the university only like 2 months, and after I cannot study. I am studying photography in Syria. Yeah, and my father is work with government, like is big officer. Yeah, and we have some problem. And after I go to Turkey, and I am stayed in Turkey like 3-4 months. But nobody can stay in the Turkey because you must work every day like 24 hours. 24 hours you must work every day, and it's not life, and you cannot study. Yeah, and your life in the Turkey like is it's same as animals. Yeah, yeah, it's same. You cannot drink something or eat something. Is everything is like. Is animals like only inside in the work, and you work 24 hours. Yeah, and after I cannot stay more time inside in the Turkey, and my father he told me go to Europe. Yeah, before like 3-4 years I won't go to Europe, but I cannot. I'm come to Europe like is before four months and a half, and I am studying in Greece like is 4 months. I am here like 4 months, and I'm come in Greece, and after this it closed the border, and I am still here in the Greece camp like is 3 months, and I am a translator here, and I am work with the organization. Yeah, and this life here like is like it's same. You cannot eat some food, or like you cannot sleep like in your home or a house, and it's like every day you is too hot, it's sun, and I think I won't go to Europe if after 1 month if I am here I cannot stay here because it's too cold. After one month I think I'm come back to Turkey, I think, because I cannot stay here because it's like it's cold, and I don't have money, and I don't have anything for life here, and I don't see my family 3 years. Yeah, never. And after Turkey, I think I'm come back to Syria, to my city, to my country, because I'm going to Europe only for study, not for nothing, only for study. Yeah, but. Really? As Shabakam, as Suryama, as Jafrinam. أب بي سي سوليما سوريا دار كاتما الشام مال تركيا مام شغل جي تركيا يعني نوتي قبيل كون حركاس تركيا دوبميني يعني بعيشة دار بك بعد تركيا أهوتم أوروبا جي بداري يونان دا وقت بي چور ما نيف بداري ما تم كامبي دا يعني نحياة نتشتك نمكتب ندارك نتكيني بخيني نتكيني واخي نتكيني بخي يعني حياتك
انا ببي وك بس تدخي فاتخي خودكي يعني بس لو شي تا جراند بي تستكي زي داونا بي ام تشيني جيج بخوينن دار بي مساجيم اوروبا روجي يوم الحلقة ما برا ببينن يوم دارخن زي دارخن حديد فابكن چي تكم لو بكن يا حلقة ما رفر دارخن يعني ما بن كامبن الفداري رنتر انو فداري مار يعني بلكي معبري خود جوره مار ندينه بداري قچيك مارو دليزن گرم گرمه سور سور يعني بداري بلكي تو 4 فصل رو كده ببينه مساجيم اوروبا گيرا يعني بس عمل بداري دارن و متطوعين او گيو سپاس دكن هاتني گندو بداري و ام قناتي اسپانيا جي سپاس دكن هاتني خو بداري داجي يلي حياتنا كلها كانت دمار كنا مهددين من تنظيم داعش خلصنا من تنظيم داعش ننزل على الموصل يقول انتو يزيدية كفرة نجي هنا يقول انتو يزيدية كفرة نروح هناك يقول انتو يزيدية كفرة يعني ما نعرف فين نروح قلنا خلينا نطلع الدول الأوروبية يعني بلكي شوي نشوف حياتنا يعني يستقبلون هاللاجئين يستقبلون هالإنسان يعني ويقولون شنو الكفر بينا وين ده روحك تقول انتو كفرة انتو يزيدية كفرة هذا فيديو شو مسوين قتلنا نهبنا قتلنا ايش سوينا نحن كفرة بور نحن ماشيين طريق عدل نحن كفرة بور ما نقتل ما نسلب نحن نقول نحن كفرة وخلي يسألون كل الناس اللي يزيدية شونهم وماكو اختلاف بين لا مسلم لا عربي لا مسيحي نحن نعيش مع الكل نعيش مع المسيحيين نعيش مع الإسلام نحن بالعراق كنا عايشين مع الإسلام والله ماكو ما كان أحسن منهم والله العظيم بس طلعنا يقولون يزيدية كفرات فاتوا داعش علينا مسكوا بناتنا مسكوا نسواننا والله العظيم ولحد الآن بناتنا ونسواننا بإيدهم وين نسوان بيدين داعش بالعراق لاعبين بشرفهم كل يوم رمضان شو عملوا وبالرمضان مناسبة رمضان 23 بنت شعلوهم بالقفص ومسكوهم وشعلوهم قالت هاي مناسبة رمضان قتلوا 23 بنت 23 بنت ولاعبين بخلقتهم والله العظيم وإذا ما يتعدوا عليهم ورياجيلهم شبابهم هم حطوا بالشواية وشووا مثل اللحم هذول ويصيحون يقول يزيدية كفرة يزيدية كفرة شو سوينا الكفرة نبور ما نلحقهم نبور ما نلحقهم ما نسوي مثلهم ما نقتل ما نشيل رايتهم هو هذا السبب يقولون انتو يزيدية كفرة والله العظيم فنحن جوزي كان يريدون يمسكوه ركضوه مرة مرتين حاولوا يريدون يمسكوه هو هرب يعني أنا دزيت الألمانية قلنا أحسن من ما تقعد دين داعش هرب للألمانية وعلى أساس نسوينا لم الشمل تأخر لم الشمل كثير طلعنا بالمي بعنا الفوقنا والجوانا وعصينا هنا فنريد من الله ومنكم يعني سوونا حل حتى هذا الاكل هاي اكل هاللحم مال اليوم مال البارحه شلته انا عرفت ثاني يوم اكل مو طيب حتى لو يخرب مجبور ناكله انا وولادي اخليه بين المي حتى لثاني يوم اطعم للولاد نبور هذا الاكل ما ينتكل ما ولاد ما ياكلوه ومن 10 ايام يوم مره واحده الاكل طيب والطماطه 4 نفرات طماطه واحده صابونا من 4 نفرات 4 اشخاص بندوره وحده صابتنا واربع اشخاص اي دبشيه صغيره ويقول لي بعد انتي هوايه اخذتي شيء شمسيه والله مستقبل بس نعيش حياه امانه يعني بس حتى وين نروح يقولون انت يزيد يا كفره اريد اروح المكان حتى لا يقولون انت يزيد يا كفره اي شاش اسوي أريد لي أمان أروح مكاني بس نخلص من هنا أعيش ولادي بأمان لا أريد لا فلوس ما أريد كل شيء بس أعيش ولادي بأمان الدول الأوروبية والله العظيم ولادي ما يقدرون يروحون يلعبون باللعبات يشوفون هذا الخيط بيدهم يقولون أنت يزيدية كفرة يطلعون من اللعبات والله العظيم شوفوا ضاربين على رجله روح أنت يزيدي كفرة بالملاعب بس أنا ما أحكي أقول يلا نحن كلتنا سوا والله العظيم إيه مجتمعنا الأوروبي يعني يشوفون حالتنا
يشوفون حالتنا. احنا جينا على حضاره، احنا جينا على حضاره، على تطور. وين التطور؟ وين الحضاره؟ للناس المسؤولين باوروبا ايش بدك تحكي لهم؟ بدي اشوفون حالتنا متنا، من لا نقدر نعيش هنا برد، خليهم يقدروا يجون نص ساعه بالبرد. والله العظيم بس امبارح يومين جو شويه تغير بالبرد، تقح وتزوع تستفرغ، مر شويه جو تغير. وشوف هالسحار، الاكل هو الرز خربان والله، ذبيته اللحم بيناته شويه كن ملس، بس هم قد شوي للولاد حتى ياكلوا. ايش اسوي؟ بس بدي اشوف يشوفون حالتنا شوي، يستعجلون بهاي. والله لا نقدر، حار، نار نار، خيمه نار نار، لا لا تهويات، لا كهربائيات، لا موبايلات شحن واحد يقدر يحكي. ايش نسوي يعني؟ انا اريد بس شوي يستعجلون يطلعوني من هالازمه. نحن جينا نروح نشوف حياتنا، نرتاح، ندور على الامان. والله صارت عندنا حاله نفسيه، والله العظيم بنتي تقول، هاي بنتي صغيره طفله تقول ماما نحن بالسجن، والله العظيم تقول نحن بالسجن. هذا يبكي كل يوم بالليل، مو كانوا نايمين وشلناهم وقت اللي اجوا داعش. كل ما اقيم واقول تكرمون يقول ها جونا داعش، جونا داعش. والله العظيم وصاحب هالنعمه، مو هربنا نحن بالليل، قالوا جو دواعش هربنا. كل ما اقيمه بالليل ها جو داعش، يقول لي والله العظيم. يلي اسمك؟ خديجه طغاز. لميس حميد. ندى السراج. انا هون معي ولدين صغار، طالعه على اساس لعند، طلعنا كل الوقت بالجبال وتعذبنا من سوريا، من حمص لحلب كثير تعذبنا، ولو وصلنا لتركيا كثير تعذبنا، ولقطنا مرتين بالجبال، وابني تمنى الموت قبل ما هذا، يعني كثير تعذب. ولما وصلنا على تركيا عادونا بالصبل كمان، لانه قطعناها كلها تهريب وبالمي وهيك لحتى وصلنا على اليونان مشان نطلع على المانيا، لانه هنيك زوجي وابني، ابني الكبير هنيك، وشو اسمه ابني كمان هرب من الوضع من سوريا لانه بالجامعه سنه اولى وانتزع كل مستقبله. يعني احنا طلعنا على اساس الحدود مفتوحه، يقولوا الحدود المسكره ما حدا بيطلع. ما انا مشتهين احنا القعده هون بالخيام، ما كنا قاعدين بخيام لنشتهي هالقعده بالخيام، لا حمامات لا اكل مثل العالم والناس، ولا نومه ولا اي شيء. اولادنا عم تخاف الحشرات كلياتها، ما في جميع انواع الحشرات هون حيه بالخيمه عم نلاقيها. ولايمتى مصيرنا مو مبين؟ لايمتى مصيرنا مو مبين؟ على قولة شهر شهرين ثلاثه مو مبين لايمتى. وبعدين الهواء هون يعني الجو صار ما عاد خرج واحد يقعد هواء قوي. انا معي دوار دهليزي بابني، كثير هدول اليومين كثير تعذبت، وابني مسكوبه ابنه متضرب بحمص، وقت كنا بالوعر كثير. عندي ابني الصغير معي عمره 11 سنه، ابنه مسكوب كثير يبكي من يومين ثلاثه، وقت الهواء والضوجه هون بالخيمه، وقت تصفق تصفق تصفق، لحتى طلعته ونزلت فيه على بالكاسكي صوت الضرب وهيك. يعني طلعنا مشان نكمل لهالاطفال هالتعليم. سوريا ما صح لنا، عم نهرب من منطقه لمنطقه، ما في تعليم بس كرمال هالولاد. ولا اذا بدنا نعيش بالخيم لسه سوريا اشرف لنا من هالقعده. طلعت معي انا 7 اولاد وانا وجوزي 9. في هالخيمة ما أخذنا راحتنا، لا بالنوم ولا بالأكل ولا بالنظافة، لا في نظافة لا في أدوات مثل العالم والناس لحتى الواحد ينظف. على 7 أولاد شلون بدي أنظف؟ برد، ما نعرف شلون بدنا نحمي مي مشان أسبحهم، شلون بدي أحممهم؟ شلون بدي أحممهم؟ هالتنكة شو بدي ألحق عليها لحتى ألحق؟ ما أحمم الواحد إلا الثاني بردان، ما أحمم الثاني إلا الثالث بردان. يعني شلون بدنا يعني هالشتوية راح نقضيها هون؟ يعني بالصيف موت، ناس صامت رمضان على المي الحار وعلى الاكل اللي بايت. يلي ما بيتاكل هذا الاكل اللي عم يطعمونا اياه. اذا ما عم تعاملونا مثل بني ادم، عاملونا مثل حيوانات. لسه في هون الحجه اخذت القطه لانه مريضه، اخذوها على المشفى وحكموا ورجعوا لاياها مع علب حليب وكلياتها بس كرمال القطه. اذا كل هالقد مهتمين بالحيوانات عملونا مثل حكايته. إذا هيك نحن بنظره، نحن ما كنا مفكرين إنه راح نصل لهون، ولا بدنا أوروبا، ولا كنا مرتاحين، بس لما فاتوا الدواعش على المكان اللي نحن به، نحن البو كمال، البو كمال كثير 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 انكبت، هي أول منطقة بسوريا فات عليها داعش، وكثير كثير انكبت. جوزي هددوه إنه ثاني يوم قالوا له بكرة راح نعلقك ونقطع راسك ونخلي أولادك على الروحة وعلى الجية يشوفوك، على الروحة وعلى الجية. قام شو عمل؟ والله هربوا من السجن، لأنه ما لي حدا غيره، وولادي ما لهم حدا غيره. بس يموت نحن وين بدنا نروح؟ هربوا من السجن.
حاول انه يهرب بيوم جمعه، وبيوم الجمعه الكل نايمين، هم الكلاب كانوا كلهم نايمين لحتى قدر يهرب. والله العظيم ما حدا طلع بكيفه، ما كنا بدنا نطلع، هربنا من شو، من رغم كل شيء كل الصعوبات، بس هربنا مشان جوزي، ما لي غير جوزي وهربنا. وانا طلعنا بالليل، بالليل طلعنا انا واولادي، اولادي ما اعرف مين احمل، هاد ولا هاد. انا عندي 7 اطفال كلهم هيك صغار، وانا جوزي اخذوه مرتين بس تشابه اسماء، وقالوا له نحن بنعرف انه مو انت، بس هيك لحطتونا لفوقنا ولتحتنا، بعدين عاد اضطر كمان هو يطلع ويهرب على المانيا. جيتنا لهون كانت دين، والله العظيم ما معنا كلياتنا دين، جيتنا لهون على اوروبا، جينا على حضاره، جينا على تطور، هم طلبوا لجوءنا، ولما وصلنا هون حطونا بخيام، هذا مو من شأن خيام، احنا اولاد حضاره، اولاد بلد، تعليم بلد، بدنا امان لاولادنا، وبدنا أما يعني تعليم، بدنا أمان وتعليم لأولادنا، نحن ما بدنا منهم شيء، بس نوص بس يحطونا ببيت ونستقر نشتغل، ما بدنا منهم لا مصاري ولا بدنا منهم يعني، بس بدنا يعني يدبرونا. هذا مو عمل إنساني اللي يعملوا الأوروبيين، هم خلي يحطون يعني بنفسهم محلنا، ما يقدروا يستنوا لو نص ساعة بمحل هذا المحل. والله ما بيحسنوا يعيشوا العيشة اللي نحن قاعدينها، ولا جمعة صرنا هون 6 شهور صرنا على اساس الحدود مفتوحه، كنا لازم نصل. وين الحضاره؟ وين التطور؟ هاي اوروبا تحط اللاجئ بخيم؟ يعني مو معقول، هم ما يرضوا لا على اولادهم ولا على نسوانهم. الكلب والقطه اللي عندهم حاطينهم ببيوت وعم يحطوا لهم اكل ومعززين ومكرمين، نحن عندنا اولاد صغار ما يقبلوها على حالهم. انا ابني عملت له عمليه بايده، ولازمه عمليه قد ما عم يحمل تنك وحطب، ردت رجعي صارت تنقز عليه، اشغال شاقه. جابوا له لهون عم يصوروا بينا، اذا واحد من رجالنا بيحمل حطب صوروه حطوه على الفيسبوك، اذا واحد منهم راح خنق مشان شيء اكله صوروه حطوه على الفيسبوك، شو نحن يعني جابونا لهون مشان بس يتفرجوا علينا؟ ان شاء الله انه يلاقوا لنا حل، اتمنى من الدول الاوروبيه يلاقوا لنا حل. يا اما يرجعونا على بلادنا، يحطونا بمكان عازل، والله تعبنا، شايف على حدود سوريا يا اخي، ما بدنا اوروبا، شايف والله نكون ممنونين. والله جيتنا لهون بدين، والله العظيم والله العظيم صار لي يومين انا عم جوع بصراحه، الاكل اللي عمي يجيبه ما يتاكل، ما يتاكل، الرز كله زيت، من شو؟ من الفروج، الفروج منشأه سمن، وعم يطبخ الرز بنفس المي اللي يسلقوا به الفروج، بصراحة ما ينكر. لا ما مستوي، والمي مثل النار، كل هالشو والمي سخنة. صيف من دون مروحة، شتاء من دون تدفئة، لو ظلين تحت سيطرة داعش أحسن من جيتنا لهون. المطرة لما عم تنزل عم تفوت على الخيام كلياتها، طب نحنا نايمين يعني فيها؟ نتمنى من الدول الأوروبية أن تساعد هالناس اللي أجت هون مضطرة، في ناس صح أجت بدها المصاري، بس نحن بالنسبة هون قلنا لو عندنا مصاري كنا استأجرنا بمدينة، ما قعدنا هون هيك قاعدة، يلي عنده 9 ويلي عنده 10 دول بشلون بده يدبره؟ كل العالم حال واحد هون، نحن في ناس عم يطلعوا لدراسة لشي، صار معنا اللي حيصير معنا مرض، يعني ما بعرف شو بدي قلك يعني. حتى صحافين ما يخلون يفوتون، مطرت من كم يوم تعبت الخيمة، ما يخلون يفوتون حتى لا يشوفون مأساتنا ولا يشوفون ظلمنا. والله العظيم الصحافين يفوتون من ورا هيك، من ورا السياج. يلي